كل المبادرات الآن تكمن في إقناع السيد الصدر في تقديم تنازلات بأن يتجه كمكون شيعي بين قوسين لتشكيل الحكومة، والإطار يصر على ذلك. لكن إلى الآن السيد مقتدى الصدر يقاوم ويبادر بين الحين والآخر، أو يطرح مبادرات حتى وإن كانت مبادرات غير عملية كمبادرة المستقلين. المستقلين 46 نائب البارحة اجتمعوا في النجف، لم يتوصلوا إلى اتفاق، ولديهم اجتماع يوم غد، نأمل أن يصلوا إلى موقف. لكن المستقلين هم الحلقة الأضعف في العملية السياسية، لا يمكن الاعتماد على المستقلين من أجل تشكيل حكومة تخضع لها كل هذه الكتل بما لها من مصالح وامتيازات في المراحل السابقة والمرحلة الحالية، والتي يطمعون إلى استمرارها في المرحلة القادمة. أكبر الوساطات هي التي تمارسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك وفود واتصالات إيرانية مع الجانبين السني والكردي. بعد تقريبا وصول المفاوضات أو المحاولات مع السيد الصدر إلى مرحلة الانسداد، يعني هذه المبادرات أو الطروحات الإيرانية أو الوساطات أي ما شئت يعني نسميها مثلا، الآن ستكون ضمن مبادرة السيد مسعود البارزاني. هناك وساطات أو جهود إيرانية لأن تطرح ضمن المبادرة التي سيطرحها السيد مسعود البارزاني التقارب بين الإطار التنسيقي والسيد مقتدى الصدر أو التيار. يعني لا يمكن أن نعبر هذه المرحلة من الإسلام السياسي إلا بوجود تفاهم. هناك نوع ما استعداد من الطرفين، لكن لا يزال هذا الاستعداد ضعيف وقليل، لا يضمن الاتفاق على نوعية أو نوع أو رسم الحكومة القادمة. لذا فإن المبادرات القادمة والتي منها يمكن اجتماع اليوم في أربيل أن تكون جزءا من محاولات سواء داخلية أو خارجية لإقناع السيد الصدر بالتفاهم والتوافق مع الإطار التنسيقي في هذه المرحلة للعبور من مرحلة الانسياد السياسي إلى نوع ما. لكن يعني لو فرضنا أن هذه المبادرات نوعا ما نجحت، سنواجه أو سنشوف أو سنرى حكومة عراقية ضعيفة لا يمكن أن تستمر لشهور، وستطرح مرة أخرى مرحلة أو مبدأ الانتخابات أو تجديد أو إجراء الانتخابات مجددا.